الخبير العسكري اللي انا بشرك على النصيحه بس انا مش بتفضل مش ببيت انت كلمه تفضل انت الكلب اشرح ليش خلصت وهالمره حاكد خلصت وفشلت من وين اجى مصطلح الأقلية والأكثرية؟ يعني والله شغلي يعني ما عم أفهم. يا سيدي من زمان هالمصطلح هو الأكثر قوة، فهي ورقة رابحة كرمالة صارت حروب وخلصت حروب. إنه كل هالعالم بده يعملوا لي مشان هالكم شلعوب يعني بالأقليات. الأقليات بالسياسة بالتعريف هن مجموعة سياسية أو عرقية أو دينية أو طائفية بخافوا عليهم الكل من الأكثرية. لأنه إذا فاتت عليهم الأكترية بيأكلون بلا ملح. ودخلك أكلون شي مرة بلا ملح؟ بجاوبك بعدين، بس اليوم ما رح نحكي عن هالأكلات، رح نحكي عن خوف الأكترية على الأقلية من وجهة نظر سياسية. شو عم تسلب علي؟ شلون بقى بيخافوا عليهم وبدهم يبيدوهم؟ العالم دائما حريص على الأقليات بكل العالم، يعني بمطرح بيكون الإعلام مركز على دين معين كأقلية بدولة معينة، فممكن تتحرك البوارج والغواصات كرمال حمايته، وبمكان تاني ممكن يكون نفس الدين أكترية وعم تعتدي عليه أقلية، فبيكون الأمر عادي. دخلك والعكس صحيح؟ هلأ منشوف. الأكترية بالسياسة دائما حريصة على الأقلية بالسياسة أكثر من حرصة على الأكترية، لأنه من دون الأقلية بالسياسة ببطل في أكترية، وبدون الأكترية ببطل في أقلية. وقتها زعيم الأكترية السياسية بيأكلها وزعماء الأقليات السياسية بيأكلوها. مشان هيك زعماء الأقليات السياسية بيتحالفوا من تحت لتحت وأحيانا من فوق لفوق مع زعماء الأكترية، أو ممكن كتير يخلوا الأكترية السياسية أو أي أكترية تانية أقلية كرمال حماية الأقلية. طيب كيف منحسب الأكترية والأقلية؟ هي إلى حسبة خاصة. إيه وشو هالحسبة؟ أنت من شوي سألت سؤال كتير مهم وقلت ليش ما الأكترية بتمحي وجود أقلية ما بتاكلها بلا ملح؟ طيب ما استمرار أي أقلية على مدى عقود ومئات السنين مو دليل على رغبة الأكترية على وجودها؟ يعني ما في أقليات بالسياسة؟ لكن مين بينحسب على الأقليات؟ هديك حسبة تانية. طيب إذا أقلية ارتكبت مجزرة؟ بكون دفاعاً عن النفس. لا ماش. إيه والله عم حاكيك. طيب والأكثرية؟ الأكثرية بيوم من الأيام حتصير أقلية. حولتني. طيب بتصير مهمة؟ هي إلى حسبة ثالثة. إيه وين بدي أقولها هي تبع تابعونا على الفيسبوك وعملونا لايك وشير؟ هلأ بدي أقولها؟ سجلت؟ خلصت؟ طيب تابعونا.